اخبار اليوم. اهلا بيكم الاول، يعني سامحونا على التاخير، يعني منورين اخبار اليوم وبيتكم وداركم. يعني انا سعيد بشكل خاص ان ده سعيد جدا، وعلى فكره ما بيعطيش ندوات والله نسيت اللي هو صديق يعني هو احنا عشره عمر يعني محبه اصلها. انتوا منورين يا رب ان شاء الله تكون ندوه تسري كل حاجه ان شاء الله. انا بس الخص ده، انا بشكر الاستضافه الكريمه، نعتبرها خطوة من الخطوات اللي يعني نعتبرها إيجابية، اللي احنا يعني هنفوز جزء من الإنجازات اللي الجهاز بيعملها، لأن احنا عايزين نقول يعني حماية المستهلك دي أهم أربع أضلاع تشكل حماية المستهلك. أول ضلع أو الأساس اللي بنشتغل عليه اللي هو القانون. اثنين الأجهزة الرقمية. ثلاثة البنية التكنولوجية والرسالة الإعلامية. أربعة المجتمع المدني. بكافة إيه هي حماية المستهلك؟ إحنا يعني دايما نقول إيه لما بنيجي نتكلم عن حاجة فبنبتدي نتكلم فيها، إنما لازم إن إحنا نعرف تاريخها عشان نشوف إزاي من تاريخ حماية المستهلك ده وصل لغاية عندنا. حماية المستهلك ده ابتدى في العشرينات من القرن الماضي، في منتصف العشرينات، واحد كاتب كده أمريكاني في نيويورك كتب كتاب اسمه فلوسك تهمك، واتكلم على اهميه ان يبقى فيه حمايه للفلوس اللي انت بتنزل تنفقها في السوق. مع امريكا بقى اللي هي السوق المفتوحه اللي بيقول لك سياسات العرض والطلب، ابتدت تظهر جماعات ضغط تتكلم لا، بيقول له لا انت اشتغل وقول لي سياسات عرض وطلب، انما في نفس الوقت يجب ان يكون هناك مفهوم لحمايه المستهلك. في اواخر الخمسينات وجون كينيدي وهو ابتدى يجري على الانتخابات الامريكيه، تقابل مع جماعات الضغط اللي هي بتاعت حمايه المستهلك، وقال لهم دعموني. قالوا لي دعمك بس انت كمان اتبنى لنا مفاهيم حمايه المستهلك. ففي بيان جون كينيدي في 15 مارس سنه 1962 لأول مرة يذكر أربع حقوق أساسية اللي هي حقوق المستهلك، وهي كان أهمها إن هو حقه إنه يسمع، حقه إن هو المعرفة، حق التعويض، حق إن هو أمان المنتج. الأمم المتحدة راحت لقطة الخيط، ده موضوع جميل قوي، قعدوا اشتغلوا عليه من سنة 62 لغاية سنة 1985. ابتدت بقى تدرس وتقول طب ده موضوع يهم كل العالم، وراح ضايفه على الاربع حقوق اللي هم دول اربع حقوق تانيه. اه يا مسيح.